طبعا. يوم قوي. منا طبعا هنروح لوالدتك الفنانة سعيدة جلال، وعايزين تطمنينا الأول عليها وعلى صحتها وتقولي لنا انتي في بداية مشوارك هي نصحتك بإيه؟ اه لا، امي كانت بتنصحني كتير قوي بصراحه. بلاش دلوقتي ما تتمثلي يا بقتش. بنتي ومالكيش دعوه لا بالوسط ده، صح؟ لا، تصدق والله خالص بجد؟ كانت عايزه بتقول لك مثلي. مثلي. اوكي مثلي، اتفضلي ووريني هتعملي ايه. وبدات شويه بشويه تتفرج عليا، تقولي لا والله ده انت فيكي وبتمثلي حلو وبتاع، وخدي بالك من الحته دي وخدي بالك من الحته دي. بس بعد بس مع السنين بدات بتتفرج عليا بقى في التلفزيون، واخد بقى الفيدباك بتاعها في الاخر، تقول لي كنتي حلوه كنتي وحشه كنتي زي الزفت. وهي دايما امي الحمد لله ما بيعجبهاش حاجه ايه ده، فدايما زي دايما كانت الزفت بتنتقدك؟ على طول. ايه ده بجد؟ اه انا الحمد لله زي، عشان كده المره دي مش بجيبها المسرح غير بعد ما اعرض، عشان ان شاء الله تقول لي بقى ايه رايها. اوكي. هما كده كل الامهات الحمد لله. طب وهي بقى كجده بقى ايه الاخبار؟ لا، ما هي بقى جده بقى دي موضوع تاني بقى. عايزه اقول لك ان هي، انا ما بقتش موجوده خالص، هي بقى معاها سليب، ده هي طبيعي، متولياه، ده طبيعي. ده طبيعي ده. طب بس وتاخد بالها منه واكليه ايه وشربيه كتير، ده ايه حفيدها الوحيد كتير. اه عشان كده ايوه يا طبيعي، حبيبي طبيعي جدا. كتير كتير. هي مهتمه بسليم، وبعدين تحسي ان هي بتصغر له وتقعد تلعب معاه وتتكلم معاه كانه هو شخص كبير، وهو بيقعد يسمع لها. انا يعني انا دايما بقعد اراقب الحاجات دي، فببقى عايشه في حاله فظيعه. يعني بتمنى ان كل شخص ربنا يرزقه ويخلف. موضوع مختلف خالص. طبعا اكيد كان في اكيد. عندك على السوشيال ميديا، كنت بلعب يعني بتفرج يعني، متهزرش ايه؟ متهزرش. ما هزرش، لا هزر عادي ما عنديش مشكله. قول ايه فكان ده، في لقيت ايه؟ طيب فيلم كسر الكسر، الله اعلم ده فيلم ده ولا ايه ده، ايوه وفي واحده واقفه جنب الافيش بتاع الفيلم هي كسر افيش. هي افيش. يا مش الافيش، هي ايوه. افيش. انا يعني انا عايز اسالك في الحته دي، مش عارف. انا من الناس اللي كنت فاكر ان الافلام اللي هي افلام المقاولات بقى والافلام الكسر والنص لبه والثلاث ارباع لبه والحاجات دي كلها خلاص كانت انتهت. انت دخلت عندك شفت حاجه ايه ده، لسه الحاجات دي موجوده؟ ده جديد ده؟ هقول لك بقى الحاجات دي بقى بتتعمل ازاي دلوقتي على التيك توك. افلام بس ده فيلم على يعني؟ التيك توك. يعني ايه على التيك توك؟ يعني التيك توك دلوقتي بقى بقت مدة الفيديوز 10 دقايق، فانت تقدر انت تعمل فيلم مدته 10 دقايق، فاكيد الفيلم ده اكيد كده. ما هو ده مش فيلم اكيد لا يعني، لا، ده فيلم موضوع يتعرض في الليفنج مش في ولا ولا حد ليفنج في ولا الليفنج. ليفنج ولا اي. انت ما شفتيش بس لا يعني. انا ما شفتش. ايوه انتوا انت بتتكلموا ما على شفتيش ايه؟ بقى. لا انا تقريبا عرفته، اللي هو شعرها ايوه شعرها ايوه بلوند دي. ايوه وفي بس ما مدخل تقوليش عمارة. بلوند. ايوه ايوه هو ده، سم هو ده. ايوه سم. ايوه ايوه سم. هو نفسي سم اعمل كنت الافاعي. فيلم. ايوه تايجر. تايجر مع اصفر وضارب. وكمان الكلام، انا بقى اللي شدني مش الموضوع، انا شدني الكلام. العرض الخاص من فيلم سم الافاعي، ربنا كرمني، انا ما كنتش متوقعه النجاح الساحق ده. هي هو قالت صاحب. نجاح ساحق. وقلت والله العظيم لا، انا مشيره لك بقى اشوف ايه النجاح الساحق اللي انت عاملاه ده. انا بحب قوي يعني الناس انت دي، شفتيه يعني؟ ده انا عاشقه جميل. للناس دي. لا لا استنى بس يا بيبي. يا ابني بهزر، اشوفه ايه؟ هو بس بيتعرض انا فين؟ مستني بس اساسا ثبتتني. هو بيتعرض فين اصلا؟ ايوه بيتعرض فين ايه؟ ايوه كملي بس. مفيش انا مكان. عايزه اقول لك بحب الناس دي قوي، بحب اقعد اعمل عليهم رياكت واقعد يعني اتريق عليهم طب بصراحه. من خلينا نرجع بصراحه تاني لشفيقة المصرية. انت ده مسرح الدولة، وانت مش متخوفة من انه دلوقتي ما بقاش في عدد كبير مقبل من الجماهير على المسرح، وان ما بقاش في الناس، الحياة بقت سريعة والناس فعلا ما بقتش تروح مسرح، والناس بتاعت المسرح دي ناس زي ما بنقول عليهم كده زي المثقفين شوية، فانت مش اختلف معاك. متخوفة من الموضوع ده؟ لا لا اختلف مختلفة معاك، معاكي خالص. انا اختلف معاكي لا 100% معاها. انا اختلف يعني يعني انا حاسه ان ممكن مختلف. يبقى في اقبال لا هو كبير مفيش على اهتمام بالمسرح زي ما كان، ايوه طبعا بس هو مفيش. مفيش اهتمام بالمسرح. فانت بقى بتحاولي تجذبي الناس. السوشيال ميديا دي بقى من الحاجات الكويسه فيها، ان انت تعرفي ازاي تعملي برمود للمسرحيه، تجذبي الناس انها تنزل تتفرج. يعني هو ده اللي انا بلعب عليه، ان احنا ازاي نرجع الناس تاني لمسرح الدولة. ليه الناس كلها بتروح؟ ما بيحصل اي مسرحيه قطاع خاص بيروحوا، عشان في ناس كتير وبلوجرز وبتاع، وكمان بلوجرز دلوقتي بقوا بيمثلوا. فايه ده، ده فلان في المسرحيه الفلانيه، فكله بيروح، كل الفانز بتروح. فاحنا بنحاول
شويه ان انا السوشيال ميديا نقول للناس تعالوا اتفرجوا ازاي. مش عارفه هو المسرح ليه جمهور معين زي ما انا بقول كده، ولا انت شايفه ان كل الناس بتروح مسرح؟ لا كل الناس بتروح المسرح، بس ازاي تروجي للمسرحيه؟ يعني انت ازاي تعرفي الناس دي تبقى عارفه ان في مسرح، في كيان اسمه مسرح الدوله او مسرح البالون، ازاي اعرض فيه مسرحيه؟ بس ازاي اخلي الاطفال الصغيره والشباب يروحوا؟ قصه تسويقيه بحته بحته طبعا. هي يعني وانا بس بدي لنفسي، بسمح لنفسي ان انا اقول ده قدام الشاشه. يعني هي المسرح محتاج اهتمام من الدوله اكتر من كده، بس لازم يهتم، الدوله تهتم بالمسرح اكتر من كده. دليل على كده ان مسرحياتنا كلها دلوقتي معظمها بتروح تتعمل في مواسم بره، وبتنجح نجاح غير طبيعي، وبنجوم كبار وباسامي كبيره زي ما احنا ما اتعودنا. يعني انا واحد من الناس اللي اتربت على مسرحيات عادل امام و و و و وكنت بروح المسرح على فكره، رحت المسرح، رحت مسرحيه، ملهاش دعوه بقى بنتي سنك ايه، عيلتك مين، مش عارف ايه، لا الناس كلها طبيعي. ازاي بقى نرجع الناس دي تاني بقى تنزل من بيوتها عشان تتفرج عليه؟ الاهتمام وان انا اسوق، لا وان انا اسوق كمان للمسرح. يعني فعلا ليه احنا ما نعملش موسم هنا عندنا؟ يعني زي ما بره بيتعمل مواسم، دي احنا هنا بقى الموضوع صعب جدا. لا صعب. منها كلميني اكتر بقى عن السينما، انت فين من السينما؟ نفسك تعملي حاجه؟ يعني احكي لي كده، ما بصي حباها ولا لا؟ لان خلي بالك السينما في ناس تحب قوي دراما، ناس تحب المسرح، ناس تلاقيها في السينما ناس تحب الشر. فانت السينما ايه بالنسبه لك؟ يعني انت حابه تخوضي التجربه؟ اه باخد التجربه في افلام المهرجانات بس. أوكي. الحمد لله، بس تبقى لذيذه والله جدا قوي. اه انا بستمتع، بحب قوي اتفرج على افلام المهرجانات، وانا كمان لان انا ناس كتيره بتتفرج عليا وجنسيات كتير بتشوفني، فهم ما يعرفونيش فيقول لك دي كويسه او مش كويسه. صح. يعني انا الفيلم بتاع كان لك معايا اخراج روجينا بسالي، وده الفيلم ده يعني خد جوائز لحد دلوقتي اكتر من 13 14 جايزه، وكل ما بيسافروا بلد فدايما يقول لها بتمثل كويس، وانا ما اعرفش عامله شخصيه صفيه العمري وهي صغيره حلوه، فده فيدباك بالنسبه لي كويس جدا. لا انا بحب السينما جدا، بس لما تيجي حاجه كويسه هعمل، انما افلام زي دي لا. لا لا ما حدش يقبل اصلا. منى عايزه اسالك، مين النجم ومين النجمه؟ قولي لي اسم نجم واسم نجمه نفسك تمثلي دور معاهم. لا كتير قوي يعني النهارده ما بقاش السؤال ده، لان انت النهارده في ناس كتير بتطلع نفس اكيد عندك، زي مثلا ما احنا كنا بنتكلم في حلقتنا النهارده عن كان عندنا فتى احلام في السينما المصريه. أيوة زمان أحلامي فمثلا مثلا ممكن يكون عندك حد كده شايفاه انه يا سلام ده الايدل مع الفنان الفلاني. لا كان حسين فهمي مثلت معاه، كان نفسي امثل قوي مع مثلا النجم الكبير ربنا يديله الصحه عادل امام. يعني ناس كتير طبعا، نفسي مثلا مع دكتور يحيى الفخراني. يعني الناس الايدل اللي انا بحب ان انا مش امثل قدامهم اكتر من اتثقف منهم. يعني انا تجربه لازم استفيد. انا بحب قوي اقعد اسمع اصلا في الوسط منها. يعني انت عندك صحابك بتسالي عليهم كتير قوي، ولا بيبقوا انا اكتر واحده صاحبتي هي النجمه الكبيره نجوى فؤاد. اه هي دي اكتر واحده صاحبتي. ست انا بقعد معاها، ست دماغ، بتقعد تحكي لي حاجات كتيرة، مواقف كتير جدا، حاجات ما مش في جيلي ولا في الجيل اللي قبلي. بتعلم، بتثقف. لما يبقى عندي انترفيو واتكلم فيه عن حاجات زمان اعرف اتكلم، لان عندي رصيد ان انا بقعد اسمع كتير جدا الناس دي بتقول ايه، كانت بتاكل ازاي، كانت بتعيش في اللوكيشن ازاي، كانت بتعمل ايه. فالحاجات دي بالنسبه لي مفيده جدا.